وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الناشط المدني سمير رحيم المالكي. مرحبا بك سيد رحيم. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد رحيم. بداية سيد رحيم، متظاهرو البصرة يسيطرون على غالبية التقاطعات والطرق الرئيسة وسط المدينة كما تعلمون، ما الهدف برأيكم من خطوات إغلاق تلك الطرق؟ طبعا من صباح يوم الأحد فجرا تم قطع أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة لإعلان الاضراب العام، وفعلا حدث اضراب عام. توقفت جميع دوائر محافظة البصرة وحتى المدارس والجامعات وكل دوائر البصرة. اليوم ايضا تم قطع الطرق واعلان يوم الاثنين اضراب عام في محافظة البصرة عدا الصحة والكهرباء، يعني الامور الخدمية. هاي كلها تأتي من باب الضغط على الحكومة، الحكومة معاندة والشعب أيضا معاند، يعني ما نعرف وين راح توصل نتيجة هذا العناد. يعني هم باقين بتراتيهم، يقول لك الشعب الظاهر أو احتخم، احنا امتيازاتنا ماشية، رواتبنا ماشية، نراهن على الوقت، يعني هذا اللي قاعد نشوفه. نعم سيد رحيم، تراهنون على الوقت فعلا، يعني طيب إلى أي مدى تؤثر هذه التحركات من المتظاهرين على مسار الثورة وتحقيق أهدافها المرجوة، لا سيما أن الأمر تكرر في موقع البرجسية النفطي مثلا؟ طبعا أمس واليوم تم قطع طرق رئيسية خاصة الموانئ، وبالأمس كان يوم دامي في البصرة، يعني انقصر أمس شهدت للاسف عمليات من قبل الحكومه. اغلب المتظاهرين اللي سقطوا جرحى وشهداء، اغلب الضربات كانت في الراس، يعني عندي مجموعه من الاسماء كلهم مواليد 2003 و2002 و2004، كلها طلق في الراس، طلق في الصدر، طلق في الراس، طلق في الصدر، يعني الحكومه داخله معركه، مو داخله على ناس محترفه على سرقات 16 سنه، يعني قاعد تقمع وقاعد تقتل بهذا الشعب، يعني هو طالب بن دس امس انقصر انقذ شهيد بالسادس علمي، يعني هذا بالسادس علمي ايضا مندس. طيب سيد رحيم، لماذا برايك سيد رحيم تقابل مثل هذه التحركات من قبل المتظاهرين بعنف مفرط من القوات الحكوميه؟ هل النفط اغلى مثلا من الدم عنده، مو برايك؟ طبعا انا عده مرات اقول ان كلما زادت نفط البصره زادت البصره فقر وزادت تهميش. الحكومه الان لا تهتم بالمواطن البصري، بل تهتم بما تحت الارض البصريه. البصره عندها لا شيء، البصره عندها عبد، مجرد انسان لا حتى اقل من مستوى الانسان. الحكومه تريد ما تحت ارض البصره وليس المواطن البصري. واحنا شاهدنا بال 2017 و18 من تسلمت العالم رادوا يفرغون البصره كلها، بس تبقى المنشات النفطيه. هم النفط، هم المناطق. الانسان العراقي كان بصري، كان من بغداد، ما عندهم الى اي حياه عندهم. نعم، يعني تقصد سيد سمير يعني أنهم يريدون ما تحت أرض البصرة ولا يهتمون بمن يعيش فوق أرض البصرة. طيب سؤالي لكم، شرطة ذي قار قالت أن ملثمين يتبعون جماعات منفلتة أحرقوا مبنى ديوان الوقف الشيعي، بما تفسر هذه الأفعال التي ينكر المتظاهرون صدورها عنهم؟ اعرف، احنا في 2018 شاهدنا نفسنا بعض القوات تحرق محافظه البصره، وصورناها وقمنا بتصويرها وقلنا المتظاهرين بعيد عن الحرق، وقالوا المتظاهرين بالبصره حرقوا محافظه البصره. ايضا الان نفس الشيء في كل محافظه، زي قارب غير نفس التهمه ونفس نفس الشيء. نعم، إذن هي اتهامات، تنفي هذه الاتهامات، والمتظاهرون كذلك هذه التهمة بعيدة كل البعد عنهم. سؤالي الأخير لكم، هل تعتقد أن عمليات شيطنة الثورة والمتظاهرين من قبل حكومة بغداد يمكن أن
تنطلي على الرأي العام العراقي والدولي؟ لا أعتقد العالم كله قاعد يشاهد إنسان لابس قميص أبيض وصالينة وطالع يطالب بحقه، رافع إيده يا أخي والله العظيم بالأمس المواطن اللي استشهد رافع إيده هيك للسماء، رافع إيده يصيح الله أكبر أنا عراقي أريد وطن، ضربوه براسه. هاي الشيطنة وهاي صارت وقتها، الإنسان المواطن الآن البسيط، المواطن البسيط عرف هاي الشغلات. أكيد الحكومة راح تقول علينا مندسين، راح تقولون علينا باحثين، راح يقولون عملاء لإسرائيل الأمريكا في سبيل بقائهم ومناصبهم، وكلنا نتعرض من هاي التهم. وصلت الفكرة. الناشط المدني سمير رحيم المالكي، شكرا لانضمامك إلينا.